سميتي خديجة جرموني تزاديت هنا وبابا حتى هو تزاد هنا وجدي حتى هو تزاد هنا. حنا مطالبين بالساكن. هاد السيد بغانا نحيدو من ارضنا اللي تزادينا فيها دوزنا فيها شحال، ما عندناش فين غنمشيو، فين غنمشيو؟ نجلسو في الشارع، ما عندناش فين غنمشيو، دوزنا فيها الطريق البرد والشتا وكلشي. حنا كنطالبو غير في الساكن، ما كنطالبوش في شي حاجة اخرى. هاد السيد بغينا غير يعطينا غير الحقوق ديالنا. حنا راه عندنا حقوق، حنا راه مواطنين، ما عندنا لا ما لا والو. فين غادي نمشيو؟ نديرو ميكا ونجلسو في الشارع ولا نديرو خطا ونجلسو في الشارع؟ ما كنمشيوش نقراو، حتى اليوم ما مشيناش نقراو. ملي سمعنا انهم الافراغ ما بقيناش كناكلو ما كنشربو، بقيتيش كنراجعو الدروس ديالنا، ما عرفناش حتى غادي نديرو، فين غادي نجلسو؟ تنوجهو خوات، حنا طالبين السكن بحالنا بحال المغاربه كاملين، باغيين حنا سكن فين ندخلو وليداتنا. حنا تعذبنا نيت بهاد السكنه اصلا، حنا راه زياده وخلق هنا التراب الطوب حاله مكرفصه، ولا صبت شتا ولادنا ما يمشوش مدرسه، لان مهمشين هنايا خويا. حتى حنا كنطالبوا بالسكن بحالنا بحال الناس، العشوائي ما كاين حتى حاجه، القصدير صافيح كلشي. كنطالبوا حنا بالسكن اخويا، كنطلبوا من صاحب الجلاله ومن مول الارض يدير معنا شي حل. راه ما عندناش شي حاجه فين نمشيو، راه لا ريبوا لينا غنديروا ميكات ونبركوا فيها، ما عندناش فين نمشيو، راه ما عندنا خويا فين نمشيو الا جود الله. واش اللي خدام ب 1600 و 1400 غيوكل وليدات الدواء المصاريف؟ راه لا اله الا الله، ما عندنا حتى حاجه الا جود الله. ما نعاودش لك وصافي، حالا يرتالا. الا تم الافراغ ديالنا غنديروا ميكات وغنبركوا، ولا نمشيو الشارع نديروا القياضه ونبركوا. ما عندناش فين غنمشيو، ما عندنا باش نكريو، ما عندناش، ما عندنا خويا لا باش نكريو ولا والو. راه الحاله ضعيفه بزاف، عندنا وليداتنا يلاه مكافين، يلاه مكافين مع السياره بزز، كنوكلوهم بزز. ما مكسيين كيبغينا، ما قراو بريفي كيبغينا، ما حتى حاجه. حنا مكرفسين ووليداتنا مكرفسين، ماشي خويا اش نقول لك، انا راه زياده وخلق هنايا في هاد الارض، ووليداتي بنتي راه ولدت وراه هنا، وبنتي اخرى مجوجه هنا، عندي خمسات الوليدات مجوجه جوج بنيات، باقيين معايا ثلاثه، راني باقا هنايا ساكنه هنا، وبنتي حتى هي ساكنه حدايا هنا، ما عندناش فين نمشيو. الا جود هذه راه امي جتها الرضع فيها، وجيت هنا وعطاني مول البلاد الله يرحمه ويغطس عظامه في الجنه، عطاني سرحت العوده تعييت، سرحت البوشعيب خوه راه باقي حي الغلم تعييت، قابلت لهم الدجاج، قابلت لهم الغلم، وكنا دايرين ليا المكازات فين نعلف كل شيء ونتبن كل شيء، وقلنا كل شيء عسل وسمن، وليداتي قعدات في ولادي قاعدين لهم في الفيرما تاع طماطيشه، يجني ويدي الله يرحمه. ما خاتكاك ما نخصوش، وهذا الراجل راه خونا اللي جا، ماشي ما خوناش، حتى حنا راه مسلمين كيفنا كيفو، هو خاصنا يعطينا حقنا ويشد حقه، ما يضيعناش. راه حشومه عليه، وراه خدام ترفعوا في الميزان ونديروا بحالك، نواجهوا الله، هو اللي كاين، راه ما كاين حتى شي حاجه خطاك الله، واخا نقعدوا تنعياو كاين الله. واليوم واليوم كان واليوم كنطلبوا، واليوم كنطلبوا فين نتسكنوا دفنوا. رجعت لنا في ديك الروضه راه دفنوا وليداتنا اخرين، حتى حنا بغينا تندفنوا فيها. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هناك ساكنه اليوم تفاجئنا نهار 26 شهر 6 بقرار من المحكمه في استدعاء الجميع الساكنه دوار شحاوطه 2 بني خلف. هذا القرار في استدعاء من المحكمه، من مشينا لقينا اننا رسنا مطالبين بافراغ الارض لصاحب الارض اللي هو مجهول بصفه عامه. جاتنا شركه، عنوان ديال الشركه اللي ما عرفناهاش، لاننا حنا كمواطنين قلبنا لها الشركه مرارا وتكرارا. مشينا للدار البيضاء، المحامي ديالنا اللي درنا في محكمه السناف مشى معنا ثلاثه العناوين بالضبط في مدينه الدار البيضاء على اساس انها الشركه، باش نشوفوا هذا السيد ونريحوا معاه ونتحاوروا معاه ودرينا حل. حنا كمواطنين ماشي حنا غنجيو غنضيعوا هكاك هباء منثورا. الناس 40 سنه وهي ساكنه هنا، من 79 حطوا عاد صاحب الارض الاول موسى، موسى والصافي رحمه الله اللي كان هنا كيشتغل في الفلاحه. حنا كنا زايدين هنا، انا في عمر 32 سنه ولد 87 زياده وخلق في هذه المنطقه. الناس هنا تزادوا هنا، كبروا هنا، داروا ولادهم هنا، الاحفاد ديالهم هنا، اللي مات مات في الناس السلالي. واليوم كنتفاجئوا بان واحد جا من اللوبيات دا صحاب العقار بكل واضح بكل وضوح، من اللوبيات دا صحاب العقار جا بغى يشرط 40 اسره بابنائها واطفالها واحفادها وشبابها. الناس هنا محقورين، حنا اليوم ولينا محقورين في هذه الدوله. يعني هذا السيد هذا ما بغى يدير حتى شي حل، حتى مع السلطات ما جاش عندهم وريح معاهم. حتى السلطات ملي كنمشيو عندهم السلطات في صفنا وكيقول لك حنا معاكم، يعني ما غاديش نشردوكم هكاك هكاك. ولكن السيد اخويا طارق ما بغاش يجي عندنا، كما قلت لك اليوم حنا كنطالبوا بالحق،
حقنا في السكن هو حق مشروط لكل مواطن مغربي، حق في السكن، وغنأكد ونعاود حق في السكن، الحق في الصحة وحق في التعليم. حنا هنا هنايا بحال اللي ما كاينينش، ما حاسبيناش، لا ما تشرب كاين، لا إنارة مقودة، لا حتى شي حاجة. غادي نعيشين على امل انه غيجي واحد النهار وغنستافدوا حنا في اطار اعاده ايواء دور الصفيح كباقي السكان المغرب من طنجه للقويره. هذا اللي خرج به سيدنا من اجل محاربه دور الصفيح، كنا كنتظروا انه يجي واحد النهار حنا وجاتنا السلطه وتقول لنا فلان وفلان وفلان انتهى هكا الاستفاده ديالك وغنستافدوا وغنمشيو. حنا ما راضيش بهذا الشيء اخي طارق، راه ما كاينش شي واحد يرضى انه يعيش مع الطوبه، تعيش مع الطوبه تنعس الطوبه كتجي فوق منك، راه شي واحد ما غيرضى بهذه العيشه. وهنا المخير فينا ما عندوش شي دخل قار، يعني الناس هنا كتكافح اللي خدام في البنيه اللي خدام، يعني ما عندناش مداخل باش غنخرج ونقول لك غنخرج صافي غنخليك بلادك وغنمشي انا نشري. راه هادشي الحشومه اليوم كنطالبوا من هاد السيد هذا الا غيسمعنا وغيشوفنا يجي عندنا وريح مع الناس ودير الحوار يدير الحل. راه حل دايره عطاتو لي رئيس، عطاه لي عطاتو لي الجماعه اول مره جا هو هنايا ومشي عند رئيس الجماعه وقال لي بانني لقيت الدوار فوق الارض اللي شريت، وقال لي السيد رئيس الجماعه راه كاين باب سير طرقو غاتمشي العماله غاتخلص واحد القدر ديال 7 مليون اولا شنو هي على كل دار وغيتحالوا على الدوله. فين كاين الاشكاليه؟ واش تشاري ارض بالمليارات وغالبك 40 اسره تاويها من التشرد ومن الضياع؟ وكان يمشي غنوصل مره اخرى، حنا باغيين طلب واحد كنطالبوا هنا كما كتشوفوا كلهم، طلب الحق في السكن، الحق في السكن، حق في السكن اللائق اللي هو موثق في الدستور المغربي واللي هو اكد عليه سيدنا ان المواطن المغربي ما خصوش يضيع في حقه. اليوم باغينا حقنا من هذا السيد يجي يدير معنا حل. حنا ما باغيين من ولا حنا ما غاديش نبقاو هنا في هذه الارض، اش غنديروا بها؟ الا عطاني انا في نسكن اش بغيت ندير انا بالقص ديال واش تصب عليا القطر تنزل عليا الطوب تجي فوق مني الصيف يسخسخنا؟ هذا ما كان اخويا طارق باغيين حقنا في السكن. وشكرا لكم. انا ما تفتحش حوار، حنا هنا جالسين حتى دير لنا تيدير لنا حل، سوا يدير لنا صاحب الارض او ديك الساعه نشوفوا العماله والجماعه اش غيديروا لنا، يوقفوا معنا باش يلقاو لنا حل وسيط، حل اللي نستافدوا منه حنا ما نضيعوش وما تحتوى ارضو حنا، حنا ما باغيينش مشاكل، انما باغيين حل وسيط، حل اللي غيكون في صالحنا وفي صالح حسين. انا وليدي جاي قبل والده تدري هنا نوبلو قلا هنا هذا راه ولدي رضوان، ولدي بوعزه كلشي ولادي ما نزفطش عليه، حنا بغينا يدير معنا حل، حنا فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو، ملي جيت هنا نوبلو قلا وليداتي كاع ولدتهم هنا، تا واحد ما والده اربعه راه مع دار رجاله وما ولده. بغينا يعطينا حنا حقنا ما عندناش، من نهار قايلين اخويا وحنا بلا ماكله بلا شراب، بنادم يبكي دريقين صغار كيبكي، ما قلتلوش بغاو يمشيو للمدرسه، فين غنمشيو وليدي؟ ما عندناش جات، لا جات سيدي ربي اللي خلقنا وخلقه، يدير معاهم شي حل وحنا ما نخسروش ليه، هادشي اللي كاين اولدي، هادشي اللي كاين، ونمشيو نديرو الميكا ونبركو، حنا وليدات ندوز علينا الشتا والبرد، فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو، جودة الله المالك، وهو يلا بغا يعطينا نسقنو. هادشي اللي كاين ما عندناش فين نمشي، والله يهدي خير منه صاوب معاهم ويعطيهم تاهم ونساك، حنا كنا فرحانين الصيف هذا تا قال لكم هذا خرجوا. هادشي اللي كاين اولدي، لا وليداتي كلشي هنا، ما عندناش فين نمشي، ما حسينا معقولين على هنايا يعطينا حنايا فين نسكنوا تا قال لكم هذا صافي، بنادم داخل تبي ما عرفش فين يزيد هذا بارك ويبكي دريك صغار ما قلتلوش غيمشي للمدرسه، عادو يبكي وقال لك فين غنمشي، فين غنمشي.